لا 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 يا زلمه، زي ما يقولوا غير، مش معقول خطيته بالطنجره على راسه وبالحجة كمان. لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه شو القصه؟ حد علمي انه بنات حواء يعني عدم المؤاخذه الاصل يعني يكونوا لطاف شوي. انا مش فاهم وين بيقدروا، من وين بيقدروا بعض الستات يجيبوا هالجراه اللي خارجه عن فطرتهم واصل خلقتهم. اخ اختي الكريمه، ايش اللي عم بيصير؟ ما الك تسلايه الا سيره زوجك مع الجارات. الله يودي، الله يجيب، الله ياخذ على هاليوم اللي شفته فيه، على هاليوم اللي تعرفت عليه فيه. يا حسرتي على بختي، ما لك الا هالكلمات. رايحه فين يا اختي الكريمه؟ انت منتبهه لحجم الاجرام اللي عم بتقومي فيه؟ والمصيبه انه كل شكاويك على الوضع المادي وبسبب المقارنه بالجارات. وين التوكل على الكريم؟ وين حمد الله سبحانه وتعالى انه زوجك مش من الجماعه اللي بيسكروا، ولا من الجماعه اللي بيزنوا، ولا من الجماعه اللي بيضربوا، ولا من اللي بيهينوا امام الاهل والاولاد؟ كل هالمصيبه بالنسبه لك والكلمات اللي غير جائزه فقط لأنه ما بيقدر يجيب لك عفش كل سنة، أو فستان سهرة عند كل مناسبة، أو يسفرك للبلد الفلاني إلى آخره. أي حرام عليك، والله حرام. نسيتي وقفته معك لما أهلك كانوا بتدخلوا بكل كبيرة وصغيرة، وكانوا حشريين ومتجاوزين للحد، وقديش كان متفهم. نسيتي صبره على قضاء ربنا وانتي ما بتخلفي وكان نفسه بولد. نسيتي لما مرضتي لمدة طويلة كيف ما كان يعلق على ليش ما في طبيخ. وين خلق الوفاء؟ وين تذكر العهد اللي بيناتكم؟ حاولي تستفيدي أختي من النصيحة النبوية الذهبية واللي بيقول فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى من هو فوقك أي في شأن الدنيا، ولكن انظر إلى من هو دونك لئلا تزدري أي تحتقر نعمة ربك عليك. فترجاكي ولمصلحتك أختي الكريمة إنك ما تقارني زوجك بزوج صاحبتك، لأنه بيطلعها على العشاء كل ليلة وأنت يا حسرة. لا تطلعي على جارتك إنه زوجها تغير لها عفش البيت كل سنة، أما أنت يا حسرة. لا تطلعي على زوج زميلتك إنه تسفرها كل سنة في العطل الصيفية كل مرة شكل، وأنت يا حسرة عجوز نصرة. ممكن لو سمحتي نقلب النظر من الجهة الثانية وبلاش ما نتخوت. أنت عارفة ولا مش عارفة؟ ولا عاملة حالك مش عارفة أختي الكريمة يعني مطنشة إنه زوج صاحبتك عينه زايغة وتبع نسوان عدم المؤاخذة ولفلفه ودوره، وزوج جارتك إيده وتشف زي ما بيقولوا لما يعصب معه ولا ما معه الحق، وبتعرفي إنه زوج زميلتك متكبر وشايف حاله إلى آخر القصص الطرمة واللي بتعرفيها أكثر مني. في المقابل زوجك صح إنه ما بغير لك العفش كل سنة، ولا بوديك تصيفي مرة في لبنان ومرة في باغي. تعرف باغي يعني باريس؟ بس إنسان رجل محترم شهم عينه مو زايغة متواضع، فمش معقول يا أختي الكريم بسبب تفاهات مادية شكلية تضيعي كل هالخير وما تكوني وفية. مشان هيك بترجاكي حسبيها صح، ويا ريت ما تنسي تدعي لي.